أواخر الحكم العثماني للعراق تم الشروع بشق شارع الرشيد لأغراض عسكرية وحتى يسهل حركة الجند بين طرفي بغداد، وكانوا يسمونه حينها خليل باشا جادسي. وبعد دخول الإنجليز للعراق ووصولهم لبغداد تم إكمال المراحل النهائية للشارع المذكور. عدد من المهندسين العراقيين وبينهم محمد مكية يقولون أن شارع الرشيد أنشئ على عجالة بمشرط جراح لا بعقلية مهندس، وقسم وأضر بالكثير من المحلات القديمة ومحل عديد من الأبنية التراثية القيمة بينها مدارس ودور عبادة، وأثر على محلات بغداد ومنها محلة الدنقشية الكبيرة اللي تقسمت إلى عدة محلات منها جديد حسن باشا وباب الأغا. وطبعا بغداد في ذلك الوقت مو كلها كانت مقسمة إلى محلات معروفة، بل أن هناك درابين وحواري يسميها العراقيين عقد، مثل عقد النصارى وعقد الجام وعقد الأقمكخانة اللي بعدين صارت شارع المتنبي. والأقمكخانة تعني بالتركية مكان الخبز أو الصمون، وبالفعل كان هناك مخبز للجيش، وكان أيضا يباع بالمنطقة الخبز العراقي اللي يسميه الأتراك لافاش. أما شارع المتنبي فقد أخذ اسمه هذا في الثلاثينيات من القرن الماضي من قبل لجنة مؤلفة من أمانة بغداد أطلقت على محلات بغداد أسماء جديدة، وبعد ما شافت هاي اللجنة أن الشارع صار به بعض المطابع والمكتبات ومقرات الصحف وعدد من مجلدي الكتب اللي يسميهم الناس الصحاحيف أو الصحافيين. وبآخر الشارع كانت وما زالت هناك مقهى الشابندر اللي تقام بها سهرات الجالغي البغدادي، كان يستمع الناس إلى مقضي المقام الشهير رشيد القندرتي. كما كان هناك عدد من الأطباء الأجانب ومنهم أطباء أوروبيين غربيين وشرقيين يعوفون بلدانهم ويجون يفتحون عياداتهم في بغداد، منهم الطبيب ماكس ماكوفيك، وكان المراجعين يقصدون عيادته من كل مكان ويملؤون الأرصفة. ومن طريق ما يذكر عنه أنه كتب لأحد مراجعيه المرضى راشية الدواء ذكرها بالاصطلاح العلمي، فبحث المريض في صيدليات بغداد الأربع يوم ذاك فلم يجده، فعاد للطبيب فقال له سنجلبه لك بالطائرة من الخارج وبكلفة 8 دنانير. بالطبع وافق المريض على مضض ودفع المبلغ، وعندما وصل الدواء تبين أنه مجرد مسحوق ورد لسان الثور أو ما يسميه البغداديين ورد ماوي، ولا يكلف في أسواق الشورجة سوى 4 فلوس فقط.